فأمه وعدته بهدية إن هو أنهى طعامه. تساءل بجنون ألعبة تكون؟ أقبلت أمه بطلة بهية تحمل الهدية، نظر إليها فإذا بها بندقية. صاح بأعلى صوته: يا أمي يا أمي، ما هذه؟ أهذه هي الهدية؟ ضمته إليها واحتضنته بيديها وقالت: يا بني، لم نخلق للسعادة، فأنت في نظري مشروع للشهادة. فالقدس لنا وسلاحنا إسلامنا وذخيرتنا أبناؤنا، فأنت يا بني مشروع للشهادة. عاد إلى فراشه يشتكي للوسادة، فهو أصغر من هذا الكلام. استسلم لأحلامه ورأى عروسه أمامه، ولكنها مكبلة بالقيود وحولها اليهود تخاطبه: يا فارسي، حل قيدي عني، فأنا القدس أقولها لك. ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. سيقظ من نومه ليعيش باقي يومه وهو يقول: ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وبيد يحمل البندقية وبالأخرى قصيدة شجية. يا حياتي يا حبيبتي، ما شاء الله عنك، قلبي أبوسك.